السلام عليكم طلاب صف الرابع ماما، ان شاء الله يا رب تكونون بخير. اليوم ان شاء الله راح نحل التمارين الخاصة بموضوع حروف التهجي العربية. التدريب الاول يقول رتب الاسماء التالية على وفق الارقام التي تقابلها بعدد احرفها كما في المثال. الاسماء اللي موجودة عندنا هنا اللي هي يد، استبرق، سفرجل، أسد، مرمى، كتاب. هذه الأسماء ده يطلب من عندنا أن نرتبها على وفق الأرقام اللي موجودة هنا في هذا الحقل، أن نضع كل اسم أمام الرقم الذي يوازيه من حيث عدد الأحرف الذي ستتساوى معه في عدد الأحرف. المثال اللي موجود عندنا رقم 3، أمامه موجود كلمة عين. كلمة عين مكونة من 3 أحرف، عين ياء نون مكونة من 3 أحرف، فوضعت في مقابل رقم 3. الرقم اللي بعده رقم 2، أي من هاي الكلمات مكونة من حرفين فقط؟ أي من هذه الكلمات مكونة من حرفين فقط؟ كلمة يد، كلمة يد من حرفين فقط، ياء دال، كلمة يد من حرفين فقط، إذن أضعها أمام الرقم 2 في مقابل الرقم 2. الرقم اللي بعده رقم 4، الرقم اللي بعده رقم 4، أي من هاي الكلمات مكونة من 4 أحرف؟ أي من هذه الكلمات؟ كلمة مرمى، كلمة مرمى مكونة من 4 أحرف، ميم راء ميم ألف مقصورة، إذن أضعها في مقابل الرقم 4 لأن كلمة مرمى مكونة من 4 أحرف. اللي بعده رقم 5، أي من هاي الكلمات مكون من 5 أحرف؟ أي من هاي الكلمات؟ كلمة سفرجل، عفية، أحسنتم، كلمة سفرجل مكونة من 5 أحرف، سين فاء راء جيم لام، مكونة من 5 أحرف، إذن أضعها في الفراغ المقابل للرقم 5. اللي بعده رقم 3، أي من هذه الكلمات مكونة من 3 أحرف؟ كلمة أسد، كلمة أسد مكونة من 3 أحرف، ألف سين دال، كلمة أسد مكونة من 3 أحرف، إذن أضعها في الفراغ المقابل للرقم 3. اللي بعدها رقم 4، اللي بعدها رقم 4، أي من هاي الكلمات مكون من 4 أحرف؟ أي من هاي الكلمات؟ كلمة مرمى مكونة من 4 أحرف، لكن إحنا اخترناها فيما سبق. أي من هاي الكلمات مكونة من 4 أحرف؟ أيضا كلمة كتاب، كلمة كتاب أيضا مكونة من 4 أحرف، إذن أضعها في الفراغ المقابل للرقم 4، مكونة من 4 أحرف، كاف تاء ألف باء. اللي بعدها رقم 6، أي من هاي الكلمات مكونة من 6 أحرف؟ كلمة استبرق، كلمة استبرق مكونة من 6 أحرف، إذن أضعها في الفراغ المقابل للرقم 6، المقابل للرقم 6. التدريب الثاني يا صف الرابع ماما يقول صل، يعني وصل بين الاسمين المتشابهين في الحروف. في الحقل الأول مجموعة من الكلمات، وفي الحقل الثاني أيضا مجموعة من الكلمات، خلينا نقراها ونتعرف عليها ونشوف شنو المتشابهين في الحروف. الحقل الأول مازن، رغيب، عبير، لح، هاي الكلمات موجودة في الحقل الأول. الحقل الثاني كلمة غريب، ربيع، ملح، زمان، غريب، ربيع، ملح، زمان. أجي أشوف يجب أن أوصل ما بين الاسمين المتشابهين. أول كلمة في الحقل الأول كلمة مازن، كلمة مازن، أي من هذه الكلمات متشابهة في الحروف مع كلمة مازن؟ كلمة مازن متكونة من حرف ميم ألف زاين نون، أي من هذه الكلمات أيضا متكونة من نفس هذه الحروف؟ كلمة زمان، إذن أوصل كلمة مازن مع كلمة
زمان، أوصل كلمة مازن مع كلمة زمان، هاتين الاسمين أو هذان الاسمين متشابهان في الحروف، متشابهان في الحروف. الكلمة الثانية كلمة رغيب، كلمة رغيب. أي من هذه الكلمات متشابهة في الحروف مع كلمة رغيب؟ كلمة رغيب متكونة من حرف الراء، غين، ياء، باء. أي من هاي الكلمات أو من هاي الأسماء أيضا متكونة من هذه الحروف؟ كلمة غريب، أحسنتم. كلمة غريب أيضا متكونة من نفس الحروف المتكونة منها كلمة رغيب. إذا أوصل ما بين كلمة غريب وكلمة رغيب. الكلمة اللي بعدها كلمة عبير، عبير. أي من هذه الكلمات متشابهة مع هذه الكلمة في الحروف؟ هذه الكلمة متكونة من حرف العين والباء والياء والراء. أي من هذه الكلمات متكونة من نفس هذه الحروف؟ كلمة ربيع، أوصل ما بين ربيع وعبير، أوصل ما بين كلمة عبير وكلمة ربيع. كلمة ربيع أيضا متكونة من العين والياء والراء والباء. اللي بعدها كلمة لح، كلمة لح. أي من هذه الكلمات متكونة من نفس الحروف المتكونة منها كلمة لح، اللي هي لام حاء ميم. كلمة ملح، عفية، أوصل ما بين كلمة ملح وكلمة لحم، لأن الكلمتين متكونة من نفس الحروف ومتشابهتين في الحروف. ننتقل للتدريب الثالث يا صف الرابع ماما. التدريب الثالث يقول: اكتب في الفراغ الأحرف التي تتكون منها الكلمة رسما واسما. مجموعة من الكلمات وعلينا أن نكتب الأحرف اللي تتكون منها هذه الكلمات رسما واسما، أي رسمها في الكتابة، رسمها في الكتابة كيف نكتبها، واسمها في الأحرف. احنا درسنا من خلال شرح الموضوع انه هناك اسم للحرف او رمز كتابي للحرف واسم خاص للحرف. الحروف تحتوي على رموز كتابية، ألفاظ ورموز، او ألفاظ وأصوات لها رموز كتابية. راح نتعرف على الرمز الكتابي، وتعرفنا على الرمز الكتابي لكل حرف واسم كل حرف. في هذا التدريب موجود عندنا مجموعة من الكلمات، علينا أن نتعرف على الحروف المتكونة منها هذه الكلمات ونكتبها في الفراغ رسما، أي الرمز الكتابي لكل حرف، واسما، أي اسم كل حرف، مثل ما موجود في المثال اللي موجود عندنا. كلمة من متكونة من حرف الميم وحرف النون، هذا الرمز الكتابي لحرف الميم وحرف النون، ام ان من ام وان. زين، هذا رمز الحرف او اسم او رسم الحرف، رسم الحرف. اسمه شنو؟ ميم. اكتب اسم الحرف ميم وبصفها نون. اذا كلمة من متكونة من حرف الميم والنون، هذا رمز الكتابي للحروف، الرمز الكتابي للحروف أو رسم الحرف. أما هنا فراح يكون اسم الحرف. اللي بعدها كلمة فيل، كلمة فيل متكونة من حرف في الفراغ، شو أكتب؟ الفاء، ياء، لام، الرمز الكتابي لكل حرف سجلته. أجي أكتب اسم الحرف، فاء، ياء، ولام. اللي بعدها كلمة سماء، كلمة سماء متكونة من سم، سماء، والهمزة سماء. شون الرمز الكتابي إلها؟ بهذا الشكل. لفظها شون؟ صارت لفظة سماء، لفظة سماء. أجي أشوف أسماء هذه الحروف شلون أسجلها؟ سين، ميم، ألف، والهمزة، ألف والهمزة. اللي بعدها كلمة ورقة، كلمة ورقة متكونة من ور، ور، وق، ورق، والتاء ورقة، ورقة. التاء في كلمة ورقة تكتب تاء مربوطة، انتبهوا، تاء
تاء مربوطة. زين، أجي أتعرف على اسم كل حرف. واو من هذه الكلمة. الحرف الأول حرف الواو، اللي بعده حرف الراء، اللي بعده حرف القاف، واللي بعده حرف التاء. اللي بعدها كلمة حديقة. كلمة حديقة متكونة من، أكتب الرمز الكتابي لكل حرف موجود في هذه الكلمة، اللي هو ح د ي أق والتاء. شو تصير؟ حديقة. حديقة. أجي أسجل اسم كل حرف من هذه الحروف، ح د ي ق ت. إذا تكونت كلمة حديقة من هذه الحروف، كتبت الرمز الكتابي لكل حرف أو رسم كل حرف في الكتابة مع اسم كل حرف من هذه الكلمة. الكلمة الأخيرة هي كلمة رجع. رجع متكونة من ر ج أ. رجع. رجع. أجي أكتب اسم كل حرف، راء الحرف الأول هو حرف الراء، واللي بعده حرف الجيم، واللي بعده حرف العين، تتكون كلمة رجعة. إذا المراد من هذا التدريب أن نتعرف على رسم كل حرف، أي الرمز الكتابي إليه في الكتابة شلون نكتبه، مع اسم كل حرف. أما التدريب الرابع والأخير يا صف الرابع ماما، يقول لاحظ المثال وأكتب الكلمات على وفق المثال. لاحظ المثال، موجود عندنا مثال ونكتب الكلمات على وفق المثال. موجود عندنا حقل للأرقام وحقل للكلمات وحقل لأسماء الحروف. المثال اللي موجود عندنا رقم 3 في ما يقابلها في حقل الكلمات كلمة جمل. كلمة جمل مكونة من 3 حروف. 3 حروف، ج م الجمل، مكونة من 3 حروف. إذا يريد أن يتناظر عدد الحروف المكونة من هالكلمة مع الرقم المقابل لها في حقل الأرقام. أسماء الحروف اللي هي جيم ميم لام. إذا الرقم راح يكون عندنا في حقل الأرقام، علينا أن نوجد كلمة تكون عدد حروفها يوافق الرقم اللي يقابلها في حقل الأرقام، ومن ثم نكتب أسماء الحروف اللي يتكون منها هذه الكلمة. اللي بعدها رقم 3، ايش أخلي في الفراغ؟ أختار كلمة مكونة من 3 حروف. أي كلمة مكونة من 3 حروف؟ أقول عديد من الكلمات المكونة من 3 حروف، منها كلمة نمر. كلمة نمر من تتكون كلمة نمر؟ كلمة نمر تتكون من 3 حروف. 3 حروف اللي هي شنو أسماءها؟ حرف النون، حرف الميم، حرف الراء. حرف الراء. فصارت عندي كلمة مكونة من 3 حروف. اللي بعدها رقم 4، علي أن أوجد كلمة مكونة من 4 حروف، مثل كلمة صورة. كلمة صورة. كلمة صورة مكونة من 4 حروف، اللي هي خلي أختار أسماءها، الصاد، الواو، راء، تاء، التاء المربوطة. هذه الحروف الأربعة اللي هي متكونة من عندها كلمة صورة. كلمة صورة. اللي بعدها رقم 2، إذا شي يريد؟ يريد كلمة مكونة من حرفين، حرفين فقط، مثل كلمة يد. كلمة يد مكونة من حرفين. شنو أسماء الحروف اللي هي ياء ودال؟ اللي بعدها أيضا رقم 2، يريد كلمة أخرى أيضا مكونة من حرفين، مثل كلمة أم، والكثير من الكلمات اللي متكونة من حرفين، مثل كلمة أم متكونة من حرف الألف وميم. ألف وميم. أخيرا رقم 4، كلمة مكونة من 4 حروف. العديد من الكلمات المتكونة من 4 حروف. اختارينا كلمة نشيط. كلمة نشيط. شنو أسماء الحروف اللي تكونت منها هذه الكلمة؟ اللي هي نون، شين، ياء، طاء. وبهذا نكون قد أتممنا موضوع حروف التهجي.
أرجو منكم حل التمرينات بشكل جيد. السلام عليكم ورحمة الله.